معنا على الهاتف كابتن احمد سمير المدير الفني لفريق 2005. طبعا لازم نساله لانه ان شاء الله النهارده البعثه مسافره، بعثه النادي الاهلي في فجر الاربعاء متجهه الى دبي عشان البطوله الوديه الدوليه. مساء الخير يا ابو الكباتن. كابتن محمد، ازي حضرتك؟ عامل ايه يا حبيبي؟ وحشني والله. وحشني انت كمان يا كابتن. الله يكرمك كابتن. تحياتي وتحيات كابتن ياسر رجب. طبعا بمسي على اخويا وحبيبي اخويا الكبير كابتن ياسر رجب، المدرب الجميل اللي عامل شغل كويس جدا. ومعانا نجوم بقى برضو، محمد اسامه وعمر علاء. بس طبعا على الولاد الجمال اللي عندك، لعيبه ان شاء الله ينتظرهم مستقبل باهر. ده من اللعيبه اللي ان شاء الله الواحد بيتوقع لهم مستقبل كبير جدا جوه النادي الاهلي ان شاء الله. وعمر علاء اللعيب الباقي الصغير الجميل اللي عامل شغل كويس، يعني مش عايز اقول ان هم يعني في طفره كويسه جدا مع الكابتن ياسر رجب وعاملين حاجه جميله جدا. مدير فني على اعلى مستوى ونتائج مبهره جدا، ودي حاجه اللي النادي الاهلي دايما منتظر منهم لعيبه كويسه جوه النادي ان شاء الله باذن الله. ده حاجه فعلا مشرفه، وكلنا يعني الواحد مبسوط لما بيلاقي هذه الاداره الواعيه في الناشئين يا كابتن، واكيد بتيجي بالايجابيه على القطاع كله. كابتن احمد، عايز اسال حضرتك، مستعدين ازاي للسفر؟ لا والله احنا مستعدين استعداد كويس جدا يا كابتن محمد. احنا يمكن كنا لاعبين بطوله جمهوريه في الاجازه السنه مع كل الفرق، ويمكن انت حضرتك عارف وتابعت وغطيت البطوله. نعم. عملنا استعداد كويس جدا، خدنا البطوله بشكل جيد هنا على مستوى الجمهوريه. كان اهلي، زمالك، انبي، باولين، ترسانه، اسماعيلي، قناه. خدنا مباريات كويسه كتير جدا وخدنا البطوله بفضل الله، وعملنا استعداد كويس وجاهزين بنتمرن كويس. يمكن هي بطوله عالميه ما شاء الله تبارك الله. انا زي ما بقول لحضرتك هي حاجه جميله جدا ان الاولاد نبص على مدارس ثانيه وشغل اوروبي. يمكن الدوره فيها برشلونه وريال مدريد ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي وسيلتا فيجو ويعني غير بقى كمان الانديه العربيه، النصر السعودي. يمكن انا عندي اول مباراه ان شاء الله باذن الله. هتبقى امتى؟ يوم الخميس؟ يوم الخميس ان شاء الله. مع الساعه كام يا كابتن؟ هيبقى الساعة 9 الصبح إن شاء الله بمشيئة الرحمن. وفي نفس اليوم عندي المباراة الثانية مع سيلتا فيجو، وتاني يوم عندي مباراة مع كندا. يعني أنت تلعب الصبح 9 الصبح مع النصر. وهتلعب بالليل مع سيلتا فيجو. بالليل مع سيلتا فيجو. إن شاء الله. يعني ده غريبة شوية يا كابتن. هو بس قانون الدورة، يعني أنت عارف إن إحنا من يعني بنمثل فراعن برضو، خلي بالك إحنا بنلعب 7 وجول ألعاب. فطبعا انت عارف ان المباراه 20 دقيقه و20 دقيقه. فطبعا بس يعني بس بتقابلنا مشكله كبيره النهارده بس في حته السفر. عندنا الطياره بتاعتنا 1:15 بالليل، وانت عارف ان الامارات سابقنا بساعتين اتنين. فهي المشكله بس في النوم، على ما الاولاد يغير مواعيد النوم. هي دي بس المشكله اللي بتقابلنا، ولكن احنا اولادنا رجاله ان شاء الله فباذن الله يستحملوا. انت مجهزهم يا كابتن نفسيا للسفر؟ لا طبعا طبعا. هم كمان يمكن النهارده اتعامل معانا قاعده رئيس قطاع الناشئين دكتور عمرو ابو المجد، بشكره طبعا. الراجل اللي عامل مجهود كبير معانا جدا ما شاء الله، عامل شغل هايل. عامل معانا طفره كويسه جدا، قاعد مع الولاد كلمهم قال لهم يا ولاد انتوا هنا رقم واحد في مصر بفضل الله، وخدتوا بطوله الجمهوريه. انا بكلمكم هناك، انا عاوزكم بس تشرفوا النادي الاهلي وتأدوا كويس. يمكن الولاد بقوا يردوا على دكتور عمرو ويكلموه ويقولوا له احنا النادي الاهلي يا دكتور. هم اولاد صغيرين ولكن زي ما قالوها معايا هنا. برافو عليك. يمكن انت شفت ثقافه اللعيبه وشفت شخصيه لعيب النادي الاهلي من هو صغير. هو ما يعرفش حاجه اسمها هزيمه ولا تعادل. ولكن انا بقول لهم يا اولاد زي يعني هي معادله صعبه شويه، زي يعني يكون في تركيز شويه ولكن ما يبقاش في ضغط نفسي وعصبي عليك. اعمل اللي عليك وادي كويس جدا واشتغل كويس جدا وسيب النتيجه على ربنا سبحانه وتعالى. ولكن برضو احنا النادي الاهلي وروح الفكره الحمراء، وان شاء الله نعمل حاجه مشرفه تشرف النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. طب انت كده في الماتشين هتبدل لعيبه ولا هتعتمد انك هتلعب بقى القوام الاساسي في الماتشين؟ والله يا كابتن لا، ان شاء الله نعمل عمليه روتيشن برضه، نقدر على قد ما نقدر نريح اللعيبه حسب نتيجه المباراه ان شاء الله. وانت واخد 12 لعيب، 12 لعيب كلهم مميزين ولاعيبه كويسه جدا على اعلى مستوى. فانت ان شاء الله باذن الله بتحاول ان انت تشتغل معاهم، تريح لعيبه وتشغل لعيبه. لكن هو برضه المشكله اللي مقابلنا ان عدد اللعيبه اللي مسافره قليله شويه. يعني هو واخد 12 لعيب فقط لغير. يعني هو باعت لك من الامارات هناك محجمك شويه في عدد، مش مدي لك الاريحيه ان انت تاخد القائمه كامله. برافو عليك. انت عارف انت برضه انت ممكن كنت تسافر ب 20 لعيب او 22 لعيب، ولكن تفرق معاك. بحدد لك 12 لعيب بس واثنين حراس مرمى. فدي برضه، ولكن برضه زي ما بقول لك كل الظروف الصعبه نحاول ان احنا نتحقق قدها ودود يا ابو الكباتن، وان شاء الله تفرحوا جمهور مصر كله. وكل انت على فكره هناك هيبقى عندك متابعه جماهيريه كبيره، الجاليه المصريه ما شاء الله موجوده في الدول العربيه، يعني هيبقى عندك جمهور كبير للنادي الاهلي.
دعواتك كده كابتن محمد ان شاء الله، ونعمل حاجه كويسه بمشيئه الرحمن باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق يا حماده ان شاء الله، وتعمل حاجه كويسه كده ان شاء الله باذن الله. زي ما احنا متعودين منك دايما باذن الله حبيبي. ربنا يخليك يا حبيب قلبي. كابتن احمد سمير بيبو مدير فني لفريق 2005، بنشكرك وبنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ماتش مهم جدا وبطوله مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي 2005، هيبتدوا الساعه 9 يوم الخميس ان شاء الله امام النصر، وفي نفس اليوم هيقابلوا فرقه من اسبانيا اسمها سيلتا فيجو.